معانا دلوقتي من خلال زوم الكاتب الدكتور أحمد الديب اللي هنتكلم معاه عن كتابه قوارير، وهو الحقيقة أحدث إصدارات الكاتب الأستاذ أحمد الديب، وكان بيشارك السنة دي في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا أستاذ رنا، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. مبدئيا كده اسمح لي أتوقف عند اسم الكتاب قوارير، ويعني ده هي الحقيقة لفظ أو كلمة أثرت فيا كست، وأكيد أثرت في كل البنات وفي كل الستات اللي اشتروا الكتاب. شكرا على ملاحظة العنوان، يعني التايتل بتاع الكتاب هو القوارير. دي بصراحة هي اختيار دار النشر، دار دول للنشر والتوزيع. هي ده الكتاب الثالث مع دار دول بعد مطمئنة زي ما حضرتك عارفة وفناجين ضد الاكتئاب. هو احنا كنا محتارين ما بين اسمين، انا كنا مسمين الكتاب اسم تاني سميتوها مريم، وبعدين كان يعني وفقنا ان دار النشر اقترحت، كان اقتراحها قوارير على اساس ان القوارير تحمل اكثر من معنى. المعنى الاول اللي تحمله القوارير اللي هو المعنى اللي له علاقه بتعاملنا احنا مع الفتيات ومع البنات ومع المراه ككائن رقيق وكائن قابل للكسر ويجب الحفاظ عليه. المعنى الاخر للقوارير ان المراه او الفتاه او البنت اللي بعد كده هتبقى ام وبعد كده هتبقى مسؤوله عن اسره، دي وعاء لنقل القيم من جيل لجيل، لانه من غير الام لا يمكن نقل القيم، الام يعني الصالحه في اسرتها وفي نفسها، لا يمكن نقل القيم من جيل الى جيل. فكانت قوارير لها بعدين، البعد الاول انه احنا دي يعني رساله لكل الاباء، رساله لكل الاخوه، رساله للمجتمع بالتواصي بالمراه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تأمرنا القوانين، وكما تأمرنا الأعراف، وكما تأمرنا الحضارة، إن إحنا نتواصى بالمرأة ونتواصى بالفتاة ونتواصى بالبنت. فدي جزء الرقيق في المرأة، لكن المرأة فيما يخص التحديات وفيما يخص دورها في مجتمعها وفيما يخص في دورها في وطنها وفيما يخص دورها في أسرتها الكبيرة والصغيرة، لا هي مرأة حديدية قوية طبعا. مش قارورة يعني قابلة للكسر، فهي قصة انها قارورة قابلة للكسر وقابلة للخدش، ويجب ان نتعامل معها بمنتهى الرقة واللطف. كان لها علاقة بتعامل الناس معها مش اكتر. فاشكر حضرتك على ملاحظة ان الكتاب، ان عنوان الكتاب موحي لما يحمله الكتاب من محتوى له علاقة بالوصايا للاباء وللابناء، حتى الابناء، ابناء المراه الناضجه التي يعني هي تقوم على الاسره. دي وصيه من الكتاب، يقدم وصيه لابناء لامهاتهم. حقيقي الحقيقه يعني كلام مهم جدا، وبجد قد ايه كلام يعني مهم ان احنا نتكلم فيه، مش بس في كتاب حضرتك بشكل عام.